سلم تبقى تكنقص اليوم حتى ادى الفجر، مع غير الفجر الله اكبر غادي تفطو الصاله بحال غادي تخوى، ما بقيت كنسمع والو، شالطو ما بقى دالي حتى شي واحد، داك الجمهور ديال الناس اللي كانوا حتى شي حد ما بقى، داك الصبال كلشي بحال كنت غير كنحلم، تخلعت ما فهمت والو، بقيت كنقول بسم الله الرحمن الرحيم كنقرا في القران، خرجت كنجري كتبان لي داك الدار اللي كنا فيها بحال اصلا ما تكوناش بحال شي دار مهجوره، الدنيا خاويه كتصفر كاينه غير انا بوحدي، مشيت هرب كنجري 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 وكنقرا في القران. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. هاد القصه اللي غادي نعاود لكم جاتني انا اغرب قصه سمعتها في الحياه ديالي من لسان ديال صاحبتي نقاشه معروفه، بلا ما نقول لكم السميه ديالها، كتنقش مزيان تبارك الله، كل شيء تيبغيها تنقش ليه في المناسبات وفي الاعراس وفي اي حاجه كيمشيو عندها هي اللي كتنقش ليهم، وكديبلاصا لاي بلاصه بغيتو، كتخرج حتى لخارج المدن، كتمشي عند الماتيريال ديالها، كتخدم بروفيسيونيل عند الجلسه ديال الحنه، عند اللبس الحنه، داكشي من داكشي الرفيع. غادي نعاود لكم هاد القصه باللسان ديالي احتراما للخصوصيات ديال صاحبتي، ما بغاتني نقول لا السميه لا البلاصه اللي ساكنه فيها، غادي نعاود لكم باللسان ديالي باش هكذا تعيشوا معايا. الوريدات الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد القصص حقيقيه وواقعيه خليو لي بزاف ديال لي كومونتير. واحد النهار في حلقة الايام انا كنت الوحيده اللي عند دارنا، وانا اللي هازه دارنا، والحمد لله هاد الحرفه هادي عاونتني بزاف وهزت دارنا وهزاني حتى انا النقش عندي معاه قصه، عزيز عليا النقش من الصغر، يعني انا النقش كناخذو بحال كهوايه، والحمد لله بدات فيه ومشيت بعيد، وما كاينش اللي ما كنقش ليها ما كيحمقهاش النقش ديالي، وكتجيب لي العائله ديالها وصحاباتها، ما كاينش شي وحده كتشوف النقش وما كتصونيش ليا، مثلا نقشت لشي وحده عا كتكون هكا غادا في الزنقه، ولا مثلا بنت جيرانهم كتشوف هذاك النقش اللي نقش ليها كتقول لها شكون اللي نقش لي، كتقول لي فلانه، كتعطيها النمره ديالي، النمره ديالي كانت عند الناس كاملين، يعني ما كنستغربش فاش كتصوني لي شي وحده ولا شي عائله كتقول لي السلام عليكم انا خديت النمره ديالك، ما كنستغربش حيت مولفه، النمره ديالي كانت معطيه ديال بصح، كنت خدامه على راسي، وانا هي الوحيده كما قلت لكم هازه دارنا، وكنت باقا بلا زواج، واصلا ما باغاش نتزوج حيت ما كاينش اللي غادي يعاون دارنا، وحتى هذا اللي غادي نتزوج به خصو يكون عارف بلي انا غادي نقاشه وما غاديش نحبس في النقش نهائيا، حيت فين ما شي حد كيجي يخطبني ولا كيبغي يتزوج بيا كيقول لي هاد الحرفه هادي غادي تحبسيها وما كيعجبوش الحال، وانايا كيعجبني اللي قدر ليا المهنه ديالي حيت هادي كتسمى مهنه. واحد النهار في حال كاع الايام جاني اتصال مجهول، انا ما استغربتش حيت راكو عارفين النمره ديالي ما كتعطى، يعني اللي كيعجبها النقش ديالي راه كتاخذ النمره ديالي. صونات ليا واحد المراه هضرات معايا، السلام عليكم ابنتي كي دايره لاباس امورك مزيان، هضرت معاها ومن الهضره ديالها كتبان مراه مرزنه وكتبان هضرتها زوينه، قلت ليا بلي العرس ديال بنتي قرب وما كرهتكش تجي تنقشي لينا، راه بنتي كتحمق على النقش ديالك، وانا كذلك والعائله كامله ما كرهاتش انك تجي وتشرفينا العرس وتنقشي ليها. انا صراحه عجبني الحال، فرحت حيت كيعجبني صراحه شي حد يشكر لي الخدمه ديالي، وانا كنتيق في الخدمه ديالي حيت عارفه يعني اي واحد شاف النقش ديالي كان كيبغيني نجي ونقش ليه. ما عليناش، هضرنا قلت لها يا الحاجه مرحبا على الراس والعين، حنا كنهضروا كنتساووا على النهار، قالت لي غادي تجي النهار الاربع، انا الاربع ما كنخدمش فيه واخا يكون اللي يكون، قلت لها لا سمحي لي الاربع ما نقدرش نخدم فيه حيت كنبغي نبقى مع عائلتي، والام ديالي مريضه هي والاب ديالي، وهذا هو النهار الوحيد اللي كنجلس فيه في السيمانه. صافي بقات كتطلب فيا وقالت لي هانتي ان شاء الله غادي نتهلاو فيك، وهي تعرض عليا الثمن، ملي عرضت عليا الثمن جاني صراحه الثمن طالع فوق القياس، طالع بزاف على الثمن اللي كنخدم به، طالع انا صراحه تصدمت، قلت لها لا ماشي هكا، قالت لي هانتي غادي نعطيك الدوبل ديال هاد الثمن اللي قلتو لك، غير اجي عندنا نهار الاربعاء ان شاء الله من مور العشرة وما يكون غير الخير. وانا نسول على البلاصه قالت لي هانتي راه البلاصه راه خارج المدينه، قلت لها قالت لي هانتي انا غادي نعطيك النص ديال هاد الثمن، وفاش تجي تكملي الخدمه غادي نكمل لك الفلوس. انا صراحه ملي عرضت عليا دوك الفلوس قلت هادي ها وتجابها سيدي ربي، وكنظن ان هاد العائله غادي تكون لاباس عليها. صافي صيفط ليها النيميرو الكونت ديالي، ديك الساعه صيفطات ليا الفلوس، انا تصدمت قلت والله الا دونك هاد المره ما كتفلاش، في الاول فاش بقات كتعرض عليا الثمن قلت راه واقيلا شي وحده بغات تفلا. صافي انا ما تيقت وتيقنت حتى صيفطات ليا الفيغمو، ديك الساعه تصدمت قلت اويلي، وانا دوك الفلوس اللي خدمت معاه يعني
نقدر خصني نخدم واحد مع 10 ديال العراسات يلاه نوفر دوك الفلوس. صافي فرحت قلت هذه همزه جابها ربي، وكنظن ان هادو المجهودات ديال الخدمه ديالي هي باش انني ربي جاب لي هاد الخبيزه هادي. وصل لو جوغ جي، وصل نهار الاربعاء، النهار اللي اتفقت فيه انا وديك السيده، وهي تصوني ليا قالت لي الو السلام عليكم، كنتمنى تكوني بخير وعلى خير، هانتي غير باش ما تعذبيش غادي نصيفطوا لك الشيفور ديالنا هو اللي غادي يجيبك حتى البلاصه فين كاينين حنايا، باش غير باش تبقاي هنا على خاطرك، انت راه عزيزه علينا وبنتي راه كتحماق على النقش ديالك. انا صراحه شويه استغربت، انا بقيت كنقول زعما ماشي حتى لهالدرجه، انا صراحه جاتني استغراب هادي، وانا نقول راه عادي دونك الناس مصوابين لاباس عليهم بغاو يكبروا بيا. انا فرحت بزاف، مشيت لبست احسن ما عندي وديت احسن قفطان ديالي، حيت كيف ما كبروا بيا انا كنبغي نكبر بالناس اللي كيكبروا بيا. صافي وفرحانه قلت الحمد لله ما غادي نتعذب لا في ترونسبور لا حتى شي حاجه، غادي يجي عندي الشيفور حتى لهنايا ما عليناش. شويه ملي جمعت الباكتاج ديالي وكلشي شويه كيجيني اتصال تيقول لي يا الو السلام عليكم، هبطي على التحت انا الشيفور اللي صيفطات لك السيده، صيفطات لك فلانه. انا استغربت بقيت كنقول اويلي كيفاش عرف الدار ديالي، انا استغربت قلت اويلي هذا الشيفور هذا كيفاش عرف الدار ديالي. الحوايج ديالي هبطت في الدروج لقيت الشيفور فعلا كيتسناني لابس كوستيم ومقعد، يعني كيبان كتبان الطوموبيل كلاس، كيبان داكشي زوين وهماوي. قلت راه فعلا دونك هاد الناس هادو راه لاباس عليهم، شو غير الشيفور اللي صيفطوا ليا داكشي فريمون لوكس كيبان داكشي واعر. صافي انا فرحت جلست للور، دينا طريق البلاصه اللي غادي نمشيو ليها كيف ما قلت لكم كنا دايرين مع العشرة. صافي بقينا غاديين، انا الصراحه استغربت من الشيفور ما بغاش يحيد عينو عليا من المرايه، كيشوف فيه واحد النظره هكا ما بغاش يحيد عينو. نورمالمون انت كتسوقي غادي تشوفي قدامك، هو اللي كيشوف فيا في المرايه ما بغاش يحيد عينيه. صافي انا استغربت وانا ندور وجهي، بقينا غادي غادي شويه وحنا ندخلوا لواحد البلاصه بحال الخلا والقيفار. انا تخلعت بقيت مصدومه كنقول اويلي علاش مدخلنا الجهه ديال هاد الغابه، وديك الغابه كاينه غير لابيس والخلا والقيفار والظلام ما كاينش الضو. انا واحد اللحظه قلبي بدا كيضرب كيضرب، شدتني واحد الخلعه وكنشوف الشيفور كيشوف فيا، قلت صافي اليوم هادي هي الاخر عليا. تخلعت ديال بصح واحد اللحظه وهي توقف الطوموبيل في ديك الخلا والقيفار، انا ما فهمت والو. صافي جا ويحل لي الباب، قلت ليه مالك علاش حبسنا هنايا، هو ما تيهضر ما كيتكلم غير ساكت تيدير لي غير هكا غير هكا. انا كنقول ويلي هذا مالو بغى يهبطني في الخلا والقيفار. تخلعت مع هبط كنتفاجأ كنلقى الضوا وكنلقى قصر، هذا ماشي فيلا وماشي قاع، قصر كبير كيبان داكشي فخم هماوي، كيبانو الديكورات واعرين داكشي اخر ما كاين مقعد. انا تصدمت كنقول ما يمكنش كيفاش انا كيبان ليا الظلام، شويه كنزل من الطوموبيل كتبان ليا كيبان ليا قصر قدو قد الخلا مضوي، والمشكله داك القصر كله ضوا، دوك الضوا قوه ما داكشي ديكوراسيون الواعرين، يعني غادي يبقى يبان لكم من امه سيدي محمد، يعني من البعيد غيبقى يبان لك داك القصر كبير والضوا كيشعلوا. كنقول ما يمكنش كيفاش انا ما شفتش الضوا هادو، ما عليناش سكت قلت راه واقيله الجاج فيمي ما كيبينش داكشي، علاش واقيله انا مع التوتر ولا كيبان ليا كلشي غير في الكحل. صافي هبط قلت بسم الله، توجهت لداك القصر كيبان داكشي هماوي، الديكورات اخر ما كاين، طوموبيلات اخر ما كاين، كيبانوا لي البنات واقفين لابسين مقادين تكاشط اخر ما كاين، داكشي فريمون لوكس داكشي فريمون هماوي، يعني من نظره ديال داك القصر وديال دوك الطوموبيلات والناس اللي لابسين كيبانوا لك ناس لاباس عليهم خازين فلوس. هزيت الحوايج ديالي توجهت الباب ديال القصر، لقيت السيده كتسناني، انا غير من الهضره ديالها عرفتها هي داك السيده اللي هضرات معايا في التليفون، سلمت عليا بقات كتعنقني مرحبا بك فرحنا بزاف حيت جيتي، مرحبا بك صراحه رحبت بيا ودارت لي احسن استقبال. انا صافي ملي رحبت بيا نسيت داكشي كامل اللي طرا في الطريق، يعني كنت غنقول لها داكشي فوق بقى كيشوف فيا. صافي وانا نقول اصلا انا جايه نخدم غنكمل الخدمه ديالي ونمشي، يعني اصلا هاد الشيفور ما غاديش نبقى نشوفو نهائيا. ما عليناش داتني لواحد الغرفه قالت لي هانتي تانستالي
جلسي هنايا مع راسك ارتاحي، هو كويس اتاي حليوه، ارتاحي بدلي حويجاتك الا بغيتي تبدلي، وملي ترتاحي حنا كنتسناوك باش زعما تجي وتبداي ان شاء الله تنقشي العروسه وتنقشي لنا حنا كاملين. معنيين صافي، انا عجبني الحال، اول مره في حياتي شي حد غادي يعاملني بحال هكا، بحال تقولوا انا مغنيه شي ستار شي حاجه، عاملوني فريمون واحد المعامله اللي ما يمكنش. داك البيت كي داير عرفتوا، راه ما نقولش لكم، الاضواء الريحه الفنه حليوات محطوطين بريد اتاي، فريمون حسيت براسي يعني كبروا بيا بمعنى الكلمه، كبروا بيا وفرحت بزاف. لبست القميص ديالي، كحلت، سوقت، درت الريحه ديالي وقاديت، وجدت الحنه خلطتها، قاديت داكشي كامل في البلاط. مشينا جلسنا والعروسه بقات كتعنق فيا وكترحب بيا، والناس كلشي تيجي تعنق فيا. انا صراحه تصدمت، وديك اللحظه فرحت بزاف، كنقول اول الناس كاملين معجبين بالحنه ديالي، كيفاش ما فهمت والو. انا يا صافي عقلي حبس، عطاتني العروسه يديها باش نقش ليها، قاست يديها وانا نستغرب، يديها قاصحين بحال شي حجره ومثلجين ديال بصح. انا استغربت، او كيفاش عروسه يديها قاصحين بحال شي حيط، بحال هزت شي ثلجه مكلاصيه، بحال هزت شي حجره هكا مكلاصيه. انا استغربت، قلت اويلي عروسه يديها هكا، بقيت انا بالاستغراب ديالي بقيت كنقلب كنقول هادو واش يدين. واحد اللحظه وانا نسى راسي وانا نشوف العروسه بحال كتخنزر فيا هكا، مخرجه عينيها فيا زعما بحال فهمي راسك وبدات نقشي. صافي انا حشمت، هزيت يديها، قلت راه واقيله بستريس، المهم ما نقدرش نحدد، يقدر يكون عندها شي مشكل، حيت راه لا يمكن تكون بنت يديها ما كيدورش فيهم الدم ومكلاصين وقاصحين وبيضين واحد البيض ما نقولش لكم، بحال نقطه ديال الدم ما فيهمش. ما عليناش، بديت كنقش ليها وانا نقول لمات العروسه شنو بان لك نبدا نقش للدريات الصغار، بين ما زعما العيالات تجمعوا زعما الا كنتي زعما بغيتي تنقشي البنيه الصغار نبدا نقش ليهم. صافي المراه ما قالت لي حتى شي مشكل، قالت لي صافي انا غنجمع لك الدريات كاملين هنايا وبديت نقشي ليهم. ما عليناش، صافي جاو البنيات فنين، عرفتوا تشوفوهم ايه من الجمال. عطاتني البنيه الصغيره يديها، كنستغرب كنلقى يديها حتى هي قاصحين، حيت لا يعقل بنيه صغيره يديها قاصحين ومكلاصين ديال بصح. انا استغربت، بقيت كنقيس ليها كندير ليها هكا يديها كيجيوني مكلاصين، والبنت واحد اللحظه بقات كتشوف فيا ما كتضحك ما والو، بقات نفس الشوفات نفس النظرات اللي دارت فيا العروسه كديرهم فيا هاد البنيه. قلت راه واقيله هادي غتكون اختها، وما راه سولا لا وانا نسولها، قلت لها واش انت اخت العروسه؟ ما بقات كتجاوبني ما والو، ساكته اصلا هي ما هضرات معايا ما والو. في الاول جلسات بقات كتشوف فيا، ملي بقيت كنقلب لها في يديها بقات كتخنزر فيا وكدير فيا واحد النظرات ديال الناس الكبار. ما عليناش، بديت كنقش ليها، صافي كملت ليها مع يديداتها صغيرين. جات عاوتاني البنت الثاني، البنت اللي موراها، بنت صغيره، انا استغربت صغر منها ونفس البلان، يديها مكلاصين وقاصحين. انا صراحه جاتني شي حاجه ماشي هي هذيك، وحتى الحميد شوك عليا واحد اللحظه، بقيت كنشوف كنقول اويلي هادو مال يديهم هكا قاصحين، يديهم قاصحين وباردين بزاف، باردين يعني بحال شديتي شي ثلجه قاصحه كتشديها كتنقشي ليها. صافي بديت كنقش، واحد اللحظه استغرب كنلقى الحنه كندور هكا كنشوف البنت زعما بغيت نقول لها غير اللي موراي عندك غير زعما تشلخي الحنه، كندور كنلقى الحنه كرمات ليها. اويلي كي دارت ليها، اويلي كي دارت الحنه كرمات ليها، كنت كنشوف قلت ليها كرمات لك الحنه. انا واحد اللحظه تصدمت، قلت اويلي كيفاش كرمات لها الحنه ويديها مكلاصين، وانتم عارفين الحنه كتبغي ضروري المجمر السخونيه باش كتكرم. قشره كنلقاها نضرات بالاحمر، كنقول بقيت كنستغرب كنقول، وانا نقول راه واقيلا الحنه اللي خدمت بها هاد المره كاليتي زعما مطحونه مزيان ومقاده مزيان وبالخاطر. صافي كملت لهاديك البنيه النقيش، دازت حدايا شويه، هسيت البنت نفس الحاجه، يديها مكلاصين وقاصحين. يلا غندور عند البنيه زعما باش نقفط يديها، كنلقى الحنه كرمات، كنقولها ويلي الحنه كيفاش دارت كرمات وانا يلا نقشت ليها دابا؟ ميمكنش، نقدروا نقولوا ان اليد الاخرى زعما راه كرمات، ولكن هاد اليد هادي يلا نقشت ليها دابا كيفاش كرمات؟ كنقش راه كنلقى عاوتاني نفس البلان. عرفتي اختي هاله بقيت مصدومه ما فهمت والو، يديهم كاملين باردين مكلاصين بحال شي حجره. ما كنتي فين كملت الثانيه، كنلقى الاولى نشفات ليها الحنه سوغ بلاص، دوزت الاولى الثانيه الثالثه كاملين كتنشف ليهم دغيا، وراكي عارفه الحنه كتبغي شويه تخونيه مجمر باش تطلع ناضره، هما لا ديك الساعه كتنشف ليهم كيبداو يقشروا فيها.
انا ما تسوقتش، قلت راه واقيلا الحنه ديالي هكا، والمشكله الكبيره هي انني جايه بوحديتي، ما كاين معايا حتى شي واحد اللي غادي يشهد على هادشي اللي كتشوف عينيا. صافي كملت البنات الصغار، قشت ليهم كاملين نفس البلان، كلهم يديهم قاصحين وباردين دايرين بحال شي حد بحال شي حجره. نقشت ليهم كاملين، فرمشات عين الحنه دغيا كتكرم، انا ما بقيتش فاهمه حتى شي حاجه. شويه وهي تجي عندي المرا قالت لي ملي نقشتي البنيات كاملين اجي تاكلي باش هكذا ترتاحي، وتبداي تنقشي عاوتاني العيالات الكبار. دي قلت صافي نيت منها ناكل، اصلا عيطوا فيا الجوع، باش هكا نخبي الطاقه للعيالات الكبار ما عليناش. نط البلاصه ديال الماكله كيبانوا لي طواب الكبار وكيبانوا لي صينيات هكا دايرين، ماشي طباطل هكا ديال الطوس، غير صينيات هكا دايرين فيهم غير اللحم فقط، صينيات كاملين فيهم غير اللحم فقط. انا استغربت، بقيت كنشوف كنقول زعما العرس فخم وداكشي زوين ودايرين غير اللحم بوحديته فوق صينيه، ماشي حتى فوق طبصيل ولا شي حاجه ولا كيسان ذهبين. نتوما راكو عارفين حنايا عزيز علينا المنظر وداك التخربيق، كتبان لك غير طابلات كبار والماكله محطوطه بلا ناس، يعني وقيل دوك الناس اللي جا الجوع كانوا غادي ياكلوا. انا هادشي اللي فهمت، حيت راكو عارفين في اي عرس مغربي يعني حتى كيتجمعوا الناس هكا على الطابله عاد كتحط الماكله، كتحط على حسب داكشي اللي قسم الله. ولكن هاد الناس هادو قالت يعني تشوفي العرس تقولي هادشي غادي يحطوا لك البسطيله والمملحات والعواصر اشكال وانواع والحلوى ولونطخي وداك التخربيق راكو عارفين. اختاريت الطبله من دوك الطوابل وجلست، كيبان ليا اللحم 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 اللحم، نشم بحال ريحه العافيه طالعه من داك اللحم، ريحه العافيه كنشم ريحه هكا بحال شادين العواد حارقينهم، ديك الريحه كنشمها. صافي انايا ملي شفت داك اللحم بالكثره بحال عفت، ما قدرتش. وانا من داك النوع ما كناكلش اللحم بزاف، حتى في الاعياد ما كنحملش ناكل اللحم، كناكل غير الدجاج. صافي انا جلست بحال هكا وديك الريحه ديال العافيه عاد ما زدت مجهد، عاد ما زدت كتطلع بحال طالعه من داك الطبله. انا ما فهمت والو، قلت راه واقيلا كيحرقوا شي حاجه، بقيت كنتلفت على اليمين وعلى اليسار ما كيبان ليا والو، كيبان ليا غير الطواب المحطوطين وداك اللحومات محطوطه فوق دوك السينيات فوق الطبله، ما معاها لا خبز لا حتى شي حاجه. صافي انا حشمت وجلست، في ما بغاتش تحيد ليا من نيفي. صافي انا داك اللحم صراحه عفتو، كما قلت لكم ما كناكلش انا اللحم بزاف. نط درت راسي بحال زعما كليت، مسحت فمي، مشيت لديك الغرفه ديالي باش زعما نرتاح. ديك الغرفه ما فيها لا سداري لا والو، فيها كرسي واحد فقط. في خرجت من الغرفه باش نمشي نكمل الخدمه ديالي، مع كنحلو كنلقى عاوتاني داك السيده واقفه بحال تقولي داك السيده بحال خيالي تبعني فين ما مشيت، ورا طبيعه الحال غادي تبعني راه العرس ديالها انا هكا. واش كليتي ارتاحيتي؟ يلا اجي، راه هاد العيالات كيتسناو باش نقشي ليهم. صافي دخلت عاوتاني للعرس، كنلقى ناس ولاو كثر من الناس اللي كانوا في الاول، تزادوا ولاو بحال قلتي داك الصاله عمرت بزاف بالناس. انا تصدمت، قلت اولي واش انا غادي نقتل هاد العيالات كاملين؟ ما فهمت والو، قلت ناري اليوم اكتفي غادي يطيحوا عليا ودوك الفلوس اللي عطاتهم لي غادي تخرجهم مني. انا هكا ظنيت، جلست عطاتني المراه يديها هكا بداو يتجمعوا العيالات. نفس البلان، المراه يديها قاصحين ومقلاصين، بديت كنقش صافي قلت نشوف هاد المراه واش غادي زعما غتكرم لها الحنه دغيا، واقيلا دوك البنيات اللي جاتهم صغيورين راه واقيلا هذاك الشيء علاش دغيا كتكرم الحنه. كندور كنلقى نفس البلان، كنلقى المراه جالسه كتقشر في الحنه، قلت لها عندك كرامه؟ قالت لي لا راه صافي راه كرمات. تصدمت وما فهمت والو، وانا كنهز راسي عاد ما كنلقى الصف، كنلقى هكا ديال العيالات، كنلقى كيتزادوا هكا بالثلاثين، كنلقى ديك الصاله عامره 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 ديال بصح. انا صراحه استغربت ديال بصح وما عرفت شنو غادي ندير، كنقول اويلي هادو منين كيجيو؟ واحد اللحظه بقيت كنقول راه واقيلا داك المراه زعما عارضه على الناس بزاف داك الشيء علاش. وانا كنقش والناس عاد ما كيزيدوا يتزادوا، انا تصدمت، تزاد معايا الزايد، اويلي كيفاش هاد الناس كيتزادوا بهاد الكثره؟ صافي صراحه عييت وظهري ضرني بالنقش ويديا ضرتني بحال نقشت لميات وحده وانا بلا ما نحس. واحد اللحظه بقيت كندير هكا بيديا وانا نقول لها عافاك عطيني يديك، يلاه عطاتني يديها وانا نقول بسم الله، بقيت كنقول يا ربي عطيني القوه، بقيت كنقول ادعيه وداك الشيء. ديك المراه بقات كتشوف فيا وعينيها حمار وحمار وحمار، وداك الصف كامل بداو كيشوفوا فيا واحد النظرات كلها رعب وكلها خلعه بحال بغاو ياكلوني.
انا صراحه ما فهمت والو، بقيت كنقول لهم يا دوب منهم كيشوفوا فيا هاد الشوفه، بحال تقولوا سبيتهم ولا عايرتهم ولا قلت لهم شي هضره ما زويناش. صافي بقاو كيشوفوا فيا، وداك المره بعدا اللي عاد يعني يديها بقات عينيها احمر وحمار وهكا كدير فيها واحد النظره. صافي انا يا قلبي كان غيسكت، قلت اويلي هادو مالهم كيشوفوا فيا، ما فهمت والو. جا 12 ديال الليل، 12 الليل وانا مازال ما كملتش النقش، ما حبستش عيد ديال بصح مع ضربه 12، وهي تجي داك المره وهي تقول لهم يلاه بداو طبلوا، مع بداو يطبلوا واحد الطبال انا ما فهمتش، كنقولها ويلي فينا هو الشعبي وفينا هما داك الشيء، بداو كيطبلوا بالبنادر ودوك ودوك البنادر دايرين بحال دوك البنادر القدام اللي جايين في عهد حديدان. انا بقيت مصدومه كنقولها ويلي شحال الطبال. صافي انايا كنناقشوا العيالات نايضين كيديروا دكو بحال في شي سوق كينقزوا، ماشي شي شطحوا بحالنا كينقزوا 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 كينقزوا. انا صافي ما فهمتش شنو غادي ندير، بقيت ساكته وكازا غا كنقش، ودوك الناس عاد ما كيزيدوا يتكادروا سيغتو ملي وصلت 12 الليل، ديك الصاله عمرات عمرات وكيبانوا لي الناس ديال بصح كيتكادروا ب 20 30 انا ما فهمتش، والناس كامله نايضه كتشطح، وداك الشطح اللي كيشطحوا ماشي عادي. انا صافي استغربت وكينقزوا كينقزوا، تهيت وانا كنشوف في الطبال والغنى، نسيت راسي وانا نقول خصني نكمل عليا هادشي باش نتهنى. المراه عطاتني يديها وانا نستغرب، يديها سخونه سخن من داك اليد اللي شديت قبيله، دوك اليد كاملين اللي شديت كانوا كلاصين، هاد اليد هادي ولات سخونه سخونه ديال بصح. وانا نبدا نقش ليها، واحد اللحظه الحراره عاد ما كتزاد في داك اليد، كنقولها ويلي شنو هادشي عدو بالله مش طراجي، غا قلت عاوتاني عدو بالله مشي طراجي. وهي تشوف لي شفت فيا داك المرا عينيها ولاو حمرين حمرين بحال بغات تشدي بغات تقجلي. انا صافي سكت، بقيت كنقولها ويلي هادشي راه ماشي طبيعي ما يمكنش، اويلي كيفاش الاخرين يديهم باردين، كنقول عدو بالله مش طراجي كيبيضوا بيا بحال هكا ما فهمتش. انا بقيت كنقولها ويلي كيما هادو بسم الله الرحمن الرحيم، ديك واحد اللحظه ما بغيتش نعيط، بقيت كنقولها ويلي عدو بالله مش طراجي راه واقيلا ديك العياد الخدمه هو اللي دار ليا هادشي ما عليناش. كما قلت لكم شاده يدي، واحد اللحظه ما قدرتش يدي تحمل داك السخونيه ديال دوك اليدين، عرفتوا بحال شي فران سخون نفس الحراره ديال الفران اللي كطيبي فيه الخبز، نفس الحراره يدي ما قدرتش تحمل ديك الحراره، هزيت واحد الزويف كان في يدي وانا نشد به يديها، بقيت كنقش كنقش بالزربه باش نكملها. عاوتاني وهي تجي المراه الاخرى نفس البلان، يديها عرفتوا ولات سخونه سخونه حتى يدي صافي ما قدرتش كتحمل ديك الحراره. بقيت كنقول عدو بالله مش طراجي، وكنقرا في القران، وانا القران كنقراه في نفسي، وديك المراه كتخنزر فيا واحد اللحظه وحبست طبال الغنى، كلشي بدا كيشوف فيا. انا بقيت كنقول لها ويلي مالكم، بقيت كنضحك بداك الخلعه ديالي، بقيت كنضحك وكنشوف فيهم كنقول لهم كملوا كملوا. واحد اللحظه ما تسوقوش ليا وبداو كيطبلوا، وانايا صافي بقيت نهز حوايجي ونمشي بحالي نهرب. واحد اللحظه قلت ناري الا هربت يقدروا يديروا لي شي حاجه، وهاد البلاصه راه جات غير في الخلا والقيفار، كي غادي ندير نخرج؟ مشكله هاد البلاصه هادي ما جات حتى شي تفشي طريق ولا حداها ديور، يعني كيبان لك قصر حدا الخلا، حدا غير الخلا ما كاين لا ديور لا حتى شي حاجه. انا جالسه وكنقش غير كنقش كنقش كنقش، وداك الطبال والغنى عاد ما كيتزاد، والناس عاد ما كيتزادوا، تخيلوا معايا كيتزادوا كما قلت لكم بال30 بال40 ديال الناس، ماشي كيتزاد هكا واحد ولا جوج، كيتزادوا بال40 بال50. عرفت شنو راه يديا طابوا عليا، وداك الطبال كل ما داك الطبال كيتزاد كل ما دوك الناس كيتزادوا، والمشكله الكبيره هي يديهم طايبين بحال شي فران، كلهم يديهم طايبين، حتى يديا صافي يدي تحرقات عليا وطابت ليا، ما قدرتش صافي ما بقيتش كنقدر نكمل. انا كنقش صافي استسلمت، قلت ما عندي ما ندير، غادي نبقى غير نقش ومولاها ربي، ربي غادي يدير ليا شي حاجه، ربي غادي يدير ليا الافراج. صافي انا كنقش وربي لي عالم بيا، كتافي كلهم طايحين عليا، عرفتو كنحس بواحد العيا ما نقولش ليكم، بحال كنقش بحال نقشت لألف وحده، عرفتو راه عييت بزاف عييت. صافي واحد اللحظه انا كنقش وما حسيتش، كنسمع اذان ديال الفجر، مع سمعت الله اكبر تكنهز راسي كنلقى الضطفه، كنلقى ديك البلاصه ولات خاويه بحال عمر كان شي واحد. انا تصدمت، لحمي كله بورش، عرفتوا الوريدات كتعاود لي وانا لحمي كله بورش. قلت لي كنهز راسي ما كنلقى حتى شي واحد، وانا كنسمع في الاذان كنقول يا ولاد الناس فين مشاو، الضطفه ما فهمتش معاك الله اكبر، الضطفه ديال ديك الصاله اللي كنا فيها، الغنى والحباب الغنى والشطيح حبس،
العيالات اللي كانوا شادين في دوك الملايين، الناس اللي كانوا حدايا ما بقاوش، ما فهمت والو. انا ضربتها غير بجريه، خرجت ما حسيت براسي، تخليت داك الشيء، خليت حوايجي، خليت كلشي خارج عاب قفطاني كنجريح فيا انا. مع خرجت برا تلقى الدنيا خاويه بحال عمر شي حد كان في هذه البلاصه. كنخرج كنتصدم كنلقى الدار مهجوره، كتبان لي الدار برا ما فيها حتى شي حاجه، لا ضواو لا طوموبيلات لا ناس لا حتى شي حاجه. ديك البلاصه ما فيها حتى شي واحد، الضو كلهم مطفيين، وداك القصر اللي قلت لكم من برا كيبان مهجور، كلشي طافي وواحد الحاله ما نقولش لكم. انا تصدمت، عرفتوا قلبي بدا كيضرب كيضرب كيضرب، كنقول عدو بلا مش دراجي، وكنقرا القران وكنقول عدو بلا مش دراجي، ما عرفتش بقيت غادا حفيانه. ما هزيت لا تليفوني لا حوايجي لا فلوسي، كلشي بقى تما. خرجت كنجري كنجري على غاده، شديت واحد الطوال بقيت كنجري كنجري شي 10 دقائق وانا غاده عا كنجري، وانا نخرج على الشارع ما لقيت راسي حتى خرجت على الشارع. صافي بانوا ليا واحد الرجاله لابسين جلالب، وبانوا لي بحال غاديين للجامع، وداك البلاصه بانت لي بحال شي دوار، يعني كتزيد شويه كتلقاي شي دوار، ودوك الرجاله غاديين للجامع. وانا مشيت كنجري، هما شافوني هما يتخلعوا. قلت لي الشريف عافاك واش ما كاينش شي طاكسيات هنا؟ هما شافوني تخلعوا، قالوا راه هادي شي جنيه ولا شي حاجه. قالوا لي قال لي الله الشريف شنو كديري في هذا الوقت، فين كنتي؟ قلت لهم انا راه كنت كنحنى في واحد العرس كان هنايا، وما يشوفوني كنعاد في ديك البلاصه اللي جايه منها. قال لا الله يا بنتي اين عرس، راه ما كاين حتى شي عرس تما، وحتى شي حاجه ما كاينه تما اصلا، بقاو كيشوفوا في بعضياتهم. قلت لي الحجر اللي كنت في واحد العرس كنحني، وهاش طرا لي وهاش طرا لي وهاش طرا لي. قالوا لي واش فين مشيتي لذاك القصر المهجور اللي كاين تما؟ قلت لهم اه واحد البلاصه واحد الدار تما، وكنت كنعاود لهم كنعاد لهم. قالوا لي ابنيتي ديك البلاصه راه ما كيوصل لها حتى شي واحد، واصلا ديك الدار اللي مشيتي ليها داك القصر اللي مشيتي ليه راه مهجور لسنين ومينين، وما كاينش شي واحد كيقرب تما، حيت اللي كيقرب تما كتوقع عليه شي حاجه. انا صافي قلبي بدا كيضرب كيضرب ديال بصح، ما عرفت شنو غادي ندير. قلت لهم راني خليت حوايجي وفلوسي وتليفوني، خليت كلشي تما. قال لي الا رجعتي لتما راه غتوقع لك شي حاجه، صافي غير سمحي بداك الشيء وخليه، خلي داك الشيء تابع. صافي مسكن عطاولي التليفون، صونيت لواحد صاحبتي هضرت معاها. صافي ما عرفت شنو غادي ندير، ما نقدرش ندخل على مولاي الدار مع هاد الوقيته هادي. مسكن ركبوني في طاكسي، عطاوني صنداله وانا نمشي عند صاحبتي، ما قدرت نقول لها حتى شي حاجه. قلت لها ما تسولينيش، بقى قلبي كيضرب كيضرب، وكنتفكر داكشي اللي وقع ليا عمري نساه، عمري نسى داكشي اللي وقع ليا. صافي سلمت بقيت كنقص اليوم حتى اد الفجر، مع غير كلشي الله اكبر غادي تفطوا الصاله بحال غادي تخوا، ما بقيت كنسمع والو، شالطو ما بقى دالي حتى شي واحد، داك الجمهور ديال الناس اللي كانوا حتى شي حد ما بقى، داك الصبال كلشي بحال كنت غير كنحلم. تخلعت ما فهمت والو، بقيت كنقول بسم الله الرحمن الرحيم كنقرا في القران. خرجت كنجري، كتبان لي داك الدار اللي كنا فيها بحال اصلا ما تكوناش، بحال شي دار مهجوره الدنيا خاويه كتصفر، كاينه غير انا بوحدي. مشيت هرب كنجري 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 وكنقرا في القران. الوريدات حتى لهنا كملت لكم ستوري تايم ديال صاحبتي، الصراحه خلعتني ديال بصح، هذا الشيء اللي خلاها انها تعتز للمقيش، حيت الصراحه ما كانت كتقدر انها تعاوني حتى شي حاجه، وكانت كتقول خلي الوقت المناسب، وجا الوقت المناسب باش نعاود لكم هذا الشيء. الى عجبكم بحال هذه القصص حقيقيه واقعيه خليوا لي بزاف لي كومونتير، واي وحده عندها شي قصه وبغات تعاودها نعاود على اللسان ديالي بيان سور، نحترم الخصوصيه ديالها، ما غنقول لا السميه ديالها لا البلاصه اللي ساكنه. تخلي لي ميساج في انستغرام الوريدات ديالي. السلام عليكم.